معانا الحاجة خيرية، تتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ الحمد لله. ازيك يا ابني الله يخليك؟ بخير الحمد لله. عايز اقول للشيخ بس سؤال. ما انا معاك اهو يا حاجة، اتفضلي. انا مريضة وقاعدة على السرير وبصلي على السرير، وساعات ما بقدرش اتوضى، تكون بنتي مش جنبية يعني اللي بتجيب لي اتوضى، وبتأمم. طيب بتتيممي يعني؟ أه؟ بتتيممي؟ بتأمم بالرملة كده قدامي. طيب اجاوب على حضرتك، عايزه تعرفي ده صح ولا غلط؟ وبعدين عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. انا ولادي انا قاعده مره مسن عندي 75 سنه. طيب. ولادي ما بيسالوش عني غير بالتليفون، وما فيش حد بيسال عليا خالص. حاضر اكلمهم يا حاجه، اقول لهم يعملوا ايه يا حاجه مع حضرتك، مع البركه بتاعتنا، مع النور كله. بصي يا حاجه خيريه، وبعدين ده اسمك ما شاء الله، اسمك لو شاف واحد في المنام يبقى ربنا يفتح عليه فتح عظيم. اول حاجه يا حاجه خيريه اتيممي، بس بلاش يعني عشان اتيممي باي حاجه قدامك بتعلق بالتراب. انت بتقولي ان عندك شويه تراب بتتيممي بيهم زي الفل، واعملي كده. واوعي حد يجي يقول لك لا لازم تروحي تتوضي، لان دوت ممكن يكون في خطر على حياتك او خطر على صحتك. ربنا يحفظك ويخليكي ويطور عمرك مع حسن العمل ان شاء الله. طيب دي اول حاجه. بالنسبه لاولادكم، لاولاد حضرتك بقى، انا عايز اسالكم يعني انتوا هتلاقوا فين بركه ونور ورحمه زي الست خيريه بقلبها الطيب وحالها الجميل ده؟ اوعوا تفوتكم نعمة ربنا وبركة ربنا والجنة اللي عند أقدام أمهاتكم، وكمان الرحمة اللي في قلبها. حاولوا تستردوا البركة والرحمة والخير، وخلوكم محسنين لأمهاتكم. زروها عشان تدخلوا السرور على قلبها، عشان ربنا يدخل السرور على قلبكم وعلى قلب أولادكم كمان.